متابعينا الكرام هنا من بلدة عبوين قضاء رام الله، حيث تحدث الاحتلال عن إصابة شاب فلسطيني هنا من بلدة عبوين كما تتابعون في خلفية الصورة قبل قليل، وأيضا جمهور كبير من بلدة عبوين يتوافد هنا. نتحدث عن الأراضي الفلسطينية، كيف بدأت الحكايات متتالية؟ نبدأ من بلدة التعقوع جنوبا، حيث حارس المستوطنة بإطلاق النار على شبان فارتقى هناك شاب شهيد. حتى الساعة مراسلونا في المكان نحاول التعرف على الأوضاع في بلدة تكوع، تابعونا بعد قليل سنكون من البلدة حول التفاصيل وما جرى. لكن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن محاولة اقتحام للمستوطنة وإطلاق النار على شباب في هذه الأثناء، وكما قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن مجموعات عسكرية إسرائيلية تقوم بالمتابعة هنا في بلدة عبوين. وكما تشاهدون بدأ الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما، بحسب زعم الرواية الإسرائيلية بأنه قام بعملية طعن وأدت إلى إصابة أحد أفراد شرطة الاحتلال بجراح. لكن ما وثقناه هناك من القدس حيث كان مراسلنا هو عملية إعدام، بمعنى إطلاق النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما. قبل قليل قوات الاحتلال الإسرائيلي اتصلت على والد الشاب الفلسطيني، سنسمع التفاصيل. نحاول هنا أن نسمع إذا كان بالإمكان أن نلتقي مع أحد من رئيس البلدية أو أحد من الفصائل الفلسطينية هنا في البلدة لسماع التفاصيل. لكن الخبر الأهم الذي جاء قبل ثلث ساعة من الآن هو قيام جنائي إسرائيلي يهودي بطعن فلسطيني سجين في هدريم، والجراح خطيرة للغاية. هذا يأتي في سياق أيضا الاعتقالات التي تمت لشابين فلسطينيين نفذا عملية العملية التي وقعت وسط فلسطين المحتلة في منطقة العاد، والتي قال الاحتلال بأن العملية جاءت بعد جهد استخباري وأمني عسكري شارك فيه أكثر من 4000 ما بين متطوع وما بين أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. هنا كما تتابعون في الصورة متابعينا الكرام الحدث غير واضح. نعم نحن تابعنا الإعلام الإسرائيلي وما قال، قدم رواية في البداية حجب الرواية وتفاصيلها بعد ذلك، لكن نتابع هنا نحاول يعني بعد وصول على الأقل والد الشاب الفلسطيني سنسمع ما هي الأخبار. نحاول كما يعني أن نصل إلى رئيس البلدية أو أحد يعني على الأقل هنا من فصائل. السلام عليكم، يعطيك العافية. نعم عرفنا حالك. نادي جميل العبد حمد، رئيس بلدية عبوين. حياك الله. يعني هنا على الأقل ما الذي يجري؟ شو اللي بصير للمتابعين؟ اللي بصير وصلنا خبر إنه واحد عندنا من البلدة اسمه نذير مرزوق عامل عملية طعن في باب العمود. لحد الآن ما بنعرف شو استشهد ولا لحد الآن جريح. اتصلوا في أبوه واستدعوه على نعلين مشان ياخذوا الاقوال منه على اساس انه يعرفوا انه الارتباط الفلسطيني. هل تحدث معكم عن روايه معينه؟ حسب معلوماتي انا ما بعرف، انا كيف جيت. وين موفق؟ هو موجود الحج موفق؟ مش يعني الحج موفق يعني طب عبال يعني ما يجي الحج موفق. يعني نذير من هو هذا الشاب؟ شو عمره؟ شو هذا؟ طالب جامعه بدرس اعلام اول سنه. عادي يعني انسان عادي من البلد. من البلد فش يعني ما يبلغ من عمر 19 عام. نعم صحيح. كبير اخوانه؟ اصغر اخوانه. نعم. بس طيب. ما حدا بك يعرف عنه انه بده يسوي شغله زي هذا. نعم. ما حدا وصل الخبر مفاجئ للقرية. نعم صحيح على التواصل الاجتماعي. اشكرك يعطيك العافيه. اذا متابعينا الكرام ايضا كما على الاقل شاهدنا على جروبات جامعه القدس المفتوحه بان الشاب كتب على الاقل مستودعا شباب الجامعه وزملائه في الجامعه، وهذه الصوره هنا نتركها متابعينا الكرام في هذه المتابعه. كما نذكر متابعينا الكرام بان روايات الاحتلال متضاربه حتى الساعه، هنا ننتظر روايه رسميه. الاهل قبل قليل ضباط الاحتلال استدعوا والد الشاب الفلسطيني نذير، توجه الى منطقه المقابله، ويعني على الاقل نحاول ان نستتبع متابعينا الكرام ما الذي جرى.
والده. إذن والد الشاب الآن عاد على ما يبدو من المقابلة، نحاول يعني استجلاء ما الذي يجري، خاصة بأن تضارب الأنباء متتالية متابعينا الكرام. لكن هنا كما تتابع الحج إذا نواصل وإياكم متابعينا الكرام هذه الصور هنا من بلدة عبوين، أحد البلدات الفلسطينية التي أيضا ارتقى فيها قبل عدة أشهر الآن شهيد في هذه البلدة. وكنا أيضا قد نقلنا على لوائي مباشرة عملية التشيع الكبيرة، حيث يعرف عن بلدة عبوين من أصحاب التاريخ الفلسطيني الذي شارك في الأحداث المتتالية سواء كان في الانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الثانية. لكن نذكر متابعينا الكرام بأن هذه الأوضاع على الأقل هنا في الأراضي الفلسطينية، نحن أمام شهر يعد الأسخن في التاريخ. إذن متابعينا الكرام، نقلا الآن خبر عاجل، نقلا عن محامي هيئة الأسرى خلدون نجم، الشاب المصاب في منطقة باب العمود لا زال على قيد الحياة وحالته يعني على الأقل نقل إلى مستشفى هداسة عين كرم، وهناك قرار بتمديد اعتقاله لدى محكمة الاحتلال غدا صباحا. إذا الخبر العاجل الذي جاء على لسان محامي هيئة الأسرى بأن الشاب ما زال على قيد الحياة وأنه على الأقل تم تمديد اعتقاله على خلفية الإدعاء بالعملية. إذا سنحاول الوصول إلى والده. إذا متابعينا الكرام سنحاول التقاء الوالد. إذا كما تتابعون متابعينا الكرام على الأقل هنا يعني حتى معرفة التفاصيل، لكن كما سمعنا من بيان نادي الأسير الفلسطيني أو هيئة الأسرى كانت قد تحدثت عن حياته وأيضا تمديد اعتقال الشاب من بلدة عبوين. إذا متابعينا الكرام ما زلنا وإياكم في هذه التفاصيل هنا من بلدة عبوين، وأيضا يعني في محاولة لنقل الصورة والمشهد والتطورات الأحداث هنا في هذه البلدة. حاج موفق. إذا كنا متابعينا الكرام قد أشرنا إلى أن قوات الاحتلال قد طلبت والد الشاب نذير وهو يتواجد هنا على الأقل، لكن كما كنا قد تابعنا بأن الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل كان في اجتماع لمنظومته الأمنية التي قررت عديد القرارات، رفع الحصار عن الضفة الغربية لكن أبقت الحصار على منطقة جنين تحديدا بلدة رمانة التي خرج منها شابين لتنفيذ عملية إلعاد التي قتل فيها 3 من المستوطنين وأصيب 3 آخرين منهم 2 ما زال تحت دائرة الخطر الشديد كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. نذكر متابعينا الكرام بأن الاجتماع الأمني الإسرائيلي كان قد نوقش فيه أيضا عملية عسكرية واسعة في الأراضي في الضفة الغربية، لكن حتى الساعة لا معلومات لما قاله على الأقل وتناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية. ما زالت الرواية هنا غير واضحة، لكن كما تتابعون حضور كبير من أهالي بلدة عبوين قضاء رام الله، وأيضا الصورة كما نتابع هي متواجد لعدد كبير من الفلسطينيين. حاولنا أخذ ردود أفعال حتى الساعة يعني ننتظر
كنا نتحدث مع رئيس البلدية والذي تحدث عن الشاب نذير يبلغ من العمر 19 عاما يعمل أو يدرس في جامعة القدس المفتوحة تخصص للإعلام. شهدنا تعليقا له على أحد الجروبات الطلابية التي قال نستودع فيها نستودعكم الله. وكما قلنا حتى الساعة كل ما يتردد الآن هي روايات تابعة للاحتلال الإسرائيلي. و هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت بأن الشاب لم يعني على الأقل مصاب وتم تمديد اعتقاله للتحقيق كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية. إذن متابعينا الكرام نذكر في ما جرى اليوم من أحداث متلاحقة في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن بدء الأحداث منذ صبيحة هذا اليوم إذ أعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال الشابين من بلدة رمان ادعاء بأنهما منفذي لعملية الطعن في منطقة العاد. قوات الاحتلال وأيضا بحسب الصحافة الإسرائيلية قامت بتمديد اعتقال الشابين للتحقيق. بعد ذلك تطورت الأحداث، بدأت الأخبار العاجلة تأتي تباعا في منطقة تحديدا باب العمود. قالت بأن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 19 عاما قام بتنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة أحد أفراد شرطة الاحتلال بجراح ما بين متوسطة إلى خطيرة في القسم العلوي، وأيضا تم إطلاق النار على الشاب من على الأقل من بلدة عبوين كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. ننتقل متابعينا الكرام إلى الحدث الذي جرى قبل ساعتين أو ساعة من الآن، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من الشبان كما قال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تكوع. كان يحاول الشبان على ما يبدو الدخول إلى المستوطنة، هذا ما زعم به الاحتلال الإسرائيلي، وقال في بيانه أن الشاب على الأقل ارتقى شهيدا. انتقالا إلى التحذيرات التي ترد متابعة للصحف الإسرائيلية وما يرد أيضا على مواقع المستوطنين، كان هناك دعوات للمستوطنين في مناطق مختلفة للتظاهر يوم أمس، وقبله شهدنا حالة عنف متواصلة باتجاه الأهالي الفلسطينيين من قبل قوات من قبل المستوطنين الذين هاجموا مركبات الفلسطينيين. رصدنا يعني تدمير أكثر أو تكسير زجاج لأكثر من 7 سيارات بالإضافة إلى أكثر من 16 اعتداء في مناطق مختلفة. أيضا رصدنا صبيحة اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي قاموا ب أو مجموعة من المستوطنين على الأقل قاموا بعملية إحراق مركبات في منطقة الخليل في مدينة نابلس. أيضا كما كان هناك إحراق لثلاثة مركبات من قبل قوات الاحتلال أو قبل المستوطنين. صاحب المكان الذي حرقت فيه المركبات التي كان يقوم بتصليحها قال بأن المستوطنون هم المتهمون بعملية الإحراق، حيث قاموا بالهجوم على منطقة بيت أمر بالإضافة إلى اعتداءات على الشبان الفلسطينيين وأيضا محاولة للاعتداء على أهلنا في بلدة صريف. إذن متابعينا الكرام هذه الأجواء، ننتظر يعني لوصول أحد المتحدثين هنا في البلدة للحديث عما جرى وتفاصيل ما قالوا الارتباط. لكن كما نذكر متابعينا الكرام بأن هيئة الأسرى على الأقل محامي هيئة الأسرى الفلسطينيين قال بأن الشاب تم تمديد اعتقاله وهو مصاب، نقل إلى مستشفى هداسة عين كارم. هنا رواية العائلة حتى الساعة لا يوجد لديها معلومات سوى ما أعلن من هيئة الأسرى الفلسطينيين الذين أكدوا على تمديد اعتقال الشاب نذير هنا من بلدة عبوين. إذن متابعينا الكرام سننهي معكم هذا البث المباشر ثم نعاود بعد ذلك إذا توفر أي جديد من التفاصيل.